شبكة شام من حلب محمد، ما هي آخر التطورات في معارك حي الميدان وسليمان الحلبي؟ بداية تفضل. تسمعنا محمد؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد. تسمعنا محمد؟ السلام نعم عليكم. نعم سألنا عن آخر التطورات في معارك حي الميدان وسليمان الحلبي. نعم، الجيش الحر أعلن عملية إعصار الشمال بغية استهداف قوات النظام ومعاقل قوات النظام في عدة أحياء من أحياء حلب الشرقية، أبرزها حي الميدان وبستان الباشا، وإضافة إلى حي كرم الجبل والصاخور. طبعا الجيش الحر أحرز تقدم كبير في تلك الجبهة، واستطاع التقدم في حي كرم الجبل، أيضا في حي الصاخور، واستطاع تأمين دوار الصاخور والوصول إلى الإطفائية المتواجدة في بين حيي الصاخور وسليمان الحلبي، ولا تزال الاشتباكات العنيفة في تلك المنطقة. أيضا بغية الوصول إلى سكنة هنانو العسكرية، والمهمة جدا بالنسبة للجيش الحر، وتأمين الأحياء الشرقية لمدينة حلب. طبعا الاشتباكات كما ذكرت لك ما تزال مستمرة. الجيش الحر تقدم كبير، ومن ثم حصل هنالك تراجع بسيط في تقدم الجيش الحر، لأن هنالك ضغط على الجيش الحر من سكنة هنانو العسكرية، بالإضافة إلى قصف مدفع عنيف طال معظم الأحياء مدينة حلب الشرقية، لكن كان محمد، حيا هناك معلومات عن سيطرة الثوار على مبنى إكثار البذار وأيضا على مبنى الزراعة، ما صح ذلك؟ حتى الآن لا توجد سيطرة كاملة على مبنى إكثار البزار، ولكن الاشتباكات في محيط مبنى إكثار البزار، أيضا محيط مبنى الزراعة. طبعا مبنى الزراعة هو متواجد في حي الميدان، ولكن يجب على الجيش الحر أولا أن يحرر مبنى إكثار البزار حتى الوصول إلى مبنى الزراعة، ولا تزال الاشتباكات كما ذكرت لك في تلك المنطقة، وحتى الآن لم يعلن تحرير هذا البناء. نعم أيضا في على صعيد الاشتباكات في المنطقة الغربية، كان حي سيف الدولة والإذاعة وصلاح الدين، جميع هذه الأحياء أيضا شهدت اشتباكات متقطعة. الجيش الحر استطاع قمص 4 عناصر طيب لقوات النظام في محمد، حي سيف الدولة. الناشطون قبل قليل أكدوا تواجد عدد من عناصر حزب الله في فندق الديدمان المتواجد بحي الميريديان، حيث شوهدوا وهم يدخلون الفندق رافعين على سيارتهم علم حزب الله في استعداد منهم لاقتحام حي بستان القصر. هل من تفاصيل حول هذا الخبر وكيف هي استعدادات الثوار هناك؟ طبعا مشاركة ميليشيات حزب الله في عمليات حلب الآن لم تكن مخفية. طبعا حزب الله شارك في عدة عمليات في حلب، أبرزها الآن جبهة معارة الأرتيق، قوات من حزب الله ومشاركة علنية من حزب الله في تلك الجبهة، أيضا اليوم مشاركة في هذه الجبهة التي أعلنها الجيش الحر. أيضا عدة مناطق الآن في منطقة الدويرينة أيضا يتواجد عناصر لحزب الله، أيضا في منطقة خناصر، يعني مدينة حلب الآن أصبحت محتلة بشكل كامل من قبل ميليشيات حزب الله. قوات النظام لم تعد تدافع عن نفسها بقدر ما يكون هؤلاء الحاقدون على اخوتنا السنه، الان ياتون من كل حدب وصوب للمشاركه في قتل اخواننا في مدينه حلب نعم واخواننا السنه. طبعا هم طائفيون، ومدينه وصلت حلب الان الصورة. اصبحت سلمت. نعم شكرا جزيلا لك محمد نور، مراسل شبكة شام، كنت معنا.